حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم فيما يخص المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. بداية، أي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم يقدر يتصل بينا على أرقام البرنامج اللي راح تشوفوها تظهر هنا بالشريط أسفل الشاشة. عندكم الرقمين الأوليات ذني الاثنين اللي تشوفوهن، ذني مخصصات إلى داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الرقمين. أما الأرقام الثلاثة اللي راح تشوفوها هسه هذني مخصصات إلى الاتصال لكن من داخل العراق، من خارج العراق تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما ما يخص هذا الرقم السادس، هذا فقط هذا بس للرسائل المكتوبة، رسالة صوتية ما أقدر يعني أطلعها بالبرنامج، اتصال ما أقدر أستقبل بالواتساب، فأتمنى أنه تكون رسالة مكتوبة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى أقدر أقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة صوتكم. بداية مشاهدين الكرام، اليوم أكو عدد من النواب أصدروا وثيقة، أتمنى من السيد المخرج أنه يبين لي الوثيقة حتى نعرف موضوع حلقتنا شنو. الوثيقة الصفحة الأولى، هاي الوثيقة اللي تشوفوها قدامكم، الصفحة الأولى بها محضر وبها عدد من القرارات وشنو هي اللجنة وما أعرف شنو، هاي ما تهمني. لكن الصفحة الثانية، هاي الوثيقة قدامكم مثل ما تشوفون، الصفحة الثانية تقول: تبين للجنة البرلمانية ما يلي. أولا، أنه الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون بسجن خاص، وذلك مخالف لأحكام المادة 19-12 باء من الدستور، بحيث تقول المادة: لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. هاي دا أقرأها أنا حاليا. ثانيا، أن بعض المتهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم تثبيت مضي مدة بلغت أكثر من 20 يوم، وهذا يخالف أحكام المادة 19-13 من الدستور، حيث تقول: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها. ثالثاً، لوحظ أن المحكمة التي عرض عليها المتهمون هي محكمة خاصة لا يتم إحالة الملفات إليها إلا بأمر رئيس الوزراء حصرا، وهي ما تملك الاختصاص أو لا تملك اختصاصا نوعيا، ولم تتشكل بقانون التنظيم القضائي أو أي قانون آخر، مع وجود محاكم مختصة بقضايا النزاهة والإرهاب وما زالت مستمرة بأداء مهامها إلى هذه اللحظة، وهذا مخالف لأحكام المادة 95 من الدستور التي تقول: يحظر إنشاء محاكم خاصة واستثنائية. رابعا، تعرض المتهمون للتعذيب أثناء التوقيف وعدم السماح لأعضاء اللجنة النيابية الانفراد بهم، كما لوحظت أو لاحظت اللجنة النيابية سوء حالتهم الصحية. خامسا، لم يسمح للمتهمين بتوكيل محامين عنهم ابتدائيين أو انتداب إلا بعد تدوين أقوالهم، مع وجود طلبات من قبل محاميهم أثناء التحقيق الابتدائي، وهذا يخالف أحكام المادة 19. رابعا، اللي تقول: حق الدفاع مقدس ومكفول في مراحل الدعوة والمحاكمة جميعها. سادسا، انتقال الهيئة القضائية الخاصة إلى أماكن خاصة غير قانونية لإجراء التحقيق في أوقات عمل متأخرة خارج أوقات العمل الرسمي. هنا الموقعين عليها 1-2-3-4-5-6-7-8 نواب. هذه محضر لجنة نيابية رقم 148 مرسل إلى رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب المحترم. أنا هسه هنا انقعدت وصرفت ورق ووقت وطبعت صفحتين ودزيتوها، والصفحتين بالله بس خلنا نحسبهن. عندكم مخالفة رقم 1 و2، هاي مخالفتين، 3-4-4 مخالفات، 5-6-7-7 مخالفات قانونية. بالله أريد أسأل سؤال، هاي اللجنة ايش سوت وراها؟ زين، سجلت هاي القضية وطلعت وقالت هاي خلص انتهى الموضوع، احنا سجلنا وسوينا اللي علينا؟
زين ذول اللي من عرضوا على محكمة أو كانت الطريقة غير صحيحة وأكو مدة تجاوزت 24 ساعة وأكو متهمين تعرضوا للتعذيب، يعني هاي كلها مخالفات، وأكو سوء حالة صحية لدى المعتقلين، هم أرجع وأسأل إيش سويتوا، شنو اللي قدمتوا لهم، خففتوا عنهم، صوبتوا الوضع. يعني هسه مثلا لو نفرض انه وجدتي اللجنه النيابيه وطبت وشافت ان ذولا موجودين بمكان مخالف وقالت ذولا شو يسوون هنا، جيبوا سياره نقلوهم المكان الرسمي، سووا وياهم تحقيق رسمي وشوفوا البريء من المتهم او المذنب، والبريء يطلع يرجع لاهله والمذنب يطب الى محكمه ياخذ قصاصه. او مثلا شفتوا انه بعض القضايا تجاوزت المده ويعني وحليتوا امرهم، لو شفتوا انه بعض المعتقلين عذبوا بهاي الطريقه واكو سوء اداره صحيه جبتوا لهم لجنه تعالجهم، وقفتوا عنهم التعذيب، اردفتهم، شنو اللي سويتوه وراء هذا ثمان نواب باسماءكم، احمد علي حسين، علي نصيف، زياد جنابي، يسرى رجب، باختيار شاويش، عمار الشبلي، أحمد الجبوري، محمد العزي، هاي النواب اللي موقع على هاي الوثيقة وتواقعكم هياته دي جوا. أم علي من المحمودية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك يا أبو؟ هلا بيك أمي. أنا عندي زوجي قبل 3 أيام إحنا دقينا عليكم صحيح وما جاوبتونا. نعم. إيه وش حكمه؟ نعم. حكمه بالإعدام. نعم. يطلب فلوس وحدة وراح لها للبيت هناك و. نعم. أكل زوجها وتحت. نعم. ورأس قابع إعدام. انتوا تطالبوني بشنو؟ هو زوجي يطلبها فلوس. ايه. وراح عليها على قلت له تعال خذ الفلوس ما عليها، راح عليها لقاها تاكل زوج. يعني هي قاتله زوجها؟ نعم. وشلون افترت وصارت على رجلك؟ افترت بعد. زين ماكو تحقيق اثبت انه هذا الرجال ما له علاقه؟ شي ما له لا دلائل ولا بصمات، شي ما له. طيب اعترف. نعم اعترف من التعذيب من الكتب. نعم. وهسه يعني شلون طالب بالعفو وطالب بالتغيير وانا ما عندي احد وخمس بنات؟ نعم نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ام علي، وصلت الرساله. انا بس اردفتهم يعني رجل يطلب شخص آخر أو زوجة شخص آخر بمبلغ من المال يروح يريد يرجع دينه، يلقون جريمة قتل، زين ماكو بصمات، ماكو تحقيق، ماكو، شلون الحكم بيها بالإعدام؟ حسب ما تقول أم علي إنه لا إلى دلالة ولا بصمات ولا إلى علاقة بمكان الجريمة. هي النكتة وين؟ يعني نرجع إلى كتاب محضر اللجنة النيابية رقم 148، طبعا بيه نكتة، نكتة التوصيات، يقول بالنظر للمخالفات الدستورية المتعلقة بالأمر الديواني رقم 29 نوصي بالتالي: أولا مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للأخذ بالملاحظات على بخصوص المخالفات الدستورية والقانونية. اثنين مفاتحة رئيس الوزراء للأخذ بالملاحظات على بخصوص المخالفات المذكورة آنفا الدستورية منها والقانونية. ايش راح يصير هسه؟ مفاتحة رئيس الوزراء وفاتحته بعد مفاتحة القضاء الأعلى. القضاء الأعلى عمي
لا تفاتحوا احسن لانه احتمال يعدموهم ويقول لك احنا حليناها. عندي اتصال. ممتاز من رومانيا، حياك الله يا ممتاز. مساء الخير، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، مساء الانوار. اول شيء الوثيقه هذه نعم، ليش ما عرضوها من قبل؟ ليش عرضوها؟ يعني هم ما يعرفون اكو هاي الاعدامات والسجونات وكلها مليانه ناس ابرياء وناس ما عندهم كل شيء وضبوهم بالسجن، ليش ما عرضوها قبل؟ هسه لما عرضوها مثلا ما راح يصير الانتخابات وما انتخابات، ناس ما يستحون، ناس ما عندهم لا ذمه ولا ضمير ولا يعني ما نعم. وهالناس هذول الادموم او يعدموهم وقرارات مال الاعدام والاحكام، شنو ذنبهم ذولا؟ شنو يعني ما دي ليش ما يطلعون بالتلفزيون؟ يطلعون بالاعلام يابا خلي يشوفون العالم يابا هيك هذا هيك يسوى هيك يسوى. بس معكم كله فساد فساد فساد، دوله فاسده ومع الاسف لا عندهم لا اسلام والاسلام متبرئ من عندهم. وشكرا لكم وتحياتي لجميع الكادر لقناه الرافدين. حياك الله اخوي العزيز، اخوي ممتاز. المشكله انه يعني اخ ممتاز سال سؤال جوهري، انه ليش بهالوقت هذا طلعت هاي الوثيقه ما طلعت قبل؟ يعني 17 سنه والعراقيين يقولون اكو ابرياء بالسجون واكو تعذيب بالسجون، ليش ما حكت ولا لجنه للدفاع او لجنه امن بمجلس النواب بهاي القضيه؟ بس احنا سمعنا هوايه انه يقولون اكو انتهاكات واكو قضاء فاسد واكو ما اعرف شنو، ليش لليوم ما انحلت؟ يعني السؤال هسه طلعت هاي الوثيقه، ورا ما طلعت هاي الوثيقه ايش راح يصير؟ تقدر هل 8 نواب اللي طلعوا او رئيس اللجنه او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب يقدر يعطي وعد للحكومه العراق عفوا للشعب العراقي، ما تهمنا الحكومه، يقدر يعطي وعد للشعب العراقي انه راح تنحل هاي الامور؟ عبد الرزاق من باب الحياك الله. على شوفوني اني دا اشتغل اني ويا الشعب اني ويا المواطنين، بس من جوا لجوا هم يقتلون بيهم. مثل كاظم ايش يسوي؟ نور المالكي سوى، العبادي سوى، علاوي سوى، كلهم نعم. انقطع الاتصال ويا الاخ عبد الرزاق مع الاسف، هي هاي واحده من المشاكل. الشعب العراقي من يوم اللي صارت بانتخابات بال 2005 الى اليوم دا يسمع النواب ويحجون بالفساد ويحجون بالانتهاكات ويحجون بالرشوه ويحجون ب واحد منهم مشعان الجبوري حتى يقول حتى النواب مرتشين. حكي عليهم هم بالذات، ما حكي على الدوائر وحكي على موظفين، لا حكي على النواب نفسهم. قال النواب فاسدين ومرتشين وياخذون فلوس، وقال انا واحد منهم. بس شنو اللي صار؟ يعني هاي صار لنا احنا من 2005، ما نقول من الاحتلال، من 2005 صارت اول انتخابات الى اليوم هذا، هم يقولون دستور وانتخابات واكو مجلس نواب منتخب واكو حكومه منتخبه واكو كتل سياسيه دا تصعد واكو ناس دا تصعد بانتخابات حره نزيهه، هم دا يقولون مو احنا او مو اني. زين شنو اللي سويتوه؟ يعني هسه المواطن العراقي من المفترض انه ياخذ هذا الكتاب او هاي الوثيقه ويخليها بجيبه ويفرح بس بكتابته؟ 82 سطر كاتبين بيها، 82 سطر تعبانين شلون نسقتوها وجايبين قوانين ومخالفات، وبعدين شنو اللي راح يصير؟ اللي دا يتعذب توقف عنا التعذيب؟ أنا هنا أطالب مصطفى الكاظمي، محمد حلبوسي، برهم صالح اللي من المفترض حسب الدستور اللي دمرونا به وصدعوا راسنا به، أنه برهم صالح اللي هو حاليا رئيس جمهورية العراق هو الحامي للدستور، وأي مخالفة دستورية من اختصاصاته أن يدافع عنها من المفترض. فالمطالبات إلى مصطفى الكاظمي، إلى محمد حلبوسي، إلى برهم صالح، إلى وزير العدل، هاي نواب بكتلكم السياسية، 8 نواب وقعوا لكم على
ست مخالفات دستورية. وبعض المخالفات مزدوجة، يعني تصل إلى 12-13 مادة بالدستور بها مخالفات بهالكتاب. شنو الوعد أو شنو الضمانة اللي راح تقدموها للشعب العراقي؟ أنتوا الأربعة، ما أسأل غيركم، لأن أنتوا المسائلين على هاي القضية. أبو فاطمة من النجف، حياك الله. الله محييك أستاذ أسهل، تحية لك ولكافة الأخوة. هلا بيك أخوي. أخي الكريم، هذه القضية، قضية المعتقلين، هذه القضية الإنسانية اللي يعني من 2003 إلى يومنا هذا في مآسي وفي ظلم وفي إجرام بحق هؤلاء الأبرياء وكذلك بحق ذويهم. أنا أريد أسأل أخي سؤال بالنسبة لهذه الزمرة اللي موجودة في المنطقة الخضراء. نعم. طبعا معظمهم كانوا في سجن أبو غريب، وكانوا كذلك فارين من الجيش وإلى آخره. أريد أسأل هؤلاء كم كانت تلك القيادة اللي كفروها وقالت مجرمين وكذا وكذا، كم من القرارات الإعفاء يعني العفو الرئاسي والجمهوري بحق المعتقلين؟ نصهم كانوا في أبو غريب، وآخر يعني آخر قرار خرجوا فيه معظمهم كان ما قبل الغزو الأمريكي للعراق، كلهم خرجوهم من أبو. طيب قرار واحد، عفو واحد لم يصدر من هذا، عفو واحد. يعني هذه أخي، هذه عقلية إيران المجرمة الحاقدة على عصابات الموجودة في العراق بصراحة، وتبتز الناس. هاي العقلية الإجرامية الحاقدة هي اللي تسببت في مآسي الناس. ولا لماذا يعني حتى الأبرياء اللي إحنا نسمع في الإعلام وغيرها، الأبرياء اللي يتم إطلاق سراحهم يتم قتلهم ولا أحد يحاسبهم ولا أحد يقول لهم؟ يعني كأنما هذه أخي، واللي يسيطر على الخص سجن الحوت هم جماعة سائرون، جماعة مقتدى المجرم مقتدى الصدر، هذه معروفة. فأريد نعرف ليش هل يعني لماذا هؤلاء الناس الأبرياء، الناس العزل، الناس اللي معروفة، كل المنظمات الدولية دا تقول أنه يتم يعني استجوابهم بطرق وحشية وبالتعذيب وكذا حتى يثبتوا الإجرام عليهم. يعني احنا ما يعني هذه الى متى؟ يعني نريد حل هذه. يعني لو في شخص فيه رحمة يعني من رئيس وزراء او الداخلية او العدل او كذا. يعني اتذكر المجرم حسن حلبوص الشمري كان يتبجح في التلفزيون في بإعدام الناس هكذا، وفي التسفيرات وغيرها. وتعرف أخي قضية ابتزاز ذوي هؤلاء ماليا والتحرش بذويهم إلى آخره، يعني في قمة السقوط الإخلاقي مديرية السجون واللي يسيطرون عليه، عبارة عن مافيا وعصابة لا رحمة عندهم، لا دين، لا إسلام، لا أي شيء. نعم. هذا أخي، هذه ويعني هذه أنا بالنسبة لي أنا يعني كعراقي وإنسان ومسلم، أنا أعتقد أنه قضية السجناء هي رقم واحد في العراق بصراحة. يعني ما معقولة في تاريخ العراق ما في هكذا سجون سرية وغير سرية، وعدد المعتقلين وعدد يعني الآن الناس اللي تم اعتقالهم الآن في صلاح الدين. إذا أنتم ما بيكم خير تدافعون عن نفسكم وتأمنون المناطق، أخي طلعوا خلي هاي صلاح الدين يدافعون عنها. أنتم ما بيكم خير، إذا ما بيكم خير في الرمادي خلي أبناء الرمادي يدافعون. يعني دولة صار لها 20 سنة تقريبا ما يعرفون يعني يأمنون الناس في حياتهم في عيشتهم في كل شيء، ماكو في العراق غير القتل والخطف والبوق. نعم نعم نعم. شكرا لك ابو فاطمه. عبد الرزاق من بابل رجع لنا، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون استاذ افل؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك. استاذ افل، بالنسبه للقانون، اني وانت وكل مواطن عراقي يحترم القانون. نعم. ويحترم تطبيق القانون، والقانون على يطبق على المسيء وعلى الجيد، هذا الكل يحترمه. بس يا أستاذ أفل، لما يكون القانون يعني على
شو مثل ما تقول حسب الميول النفسية، هذا بمزاجية يعني مرفوض. نعم بمزاجية، نعم هذا يكون مرفوض لأنه هذا ما يرضي رب العالمين، وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل. فإحنا مع العدالة مع القانون، لكنه الأساليب اللي جاءت تتخذ بحق المتهمين أساليب هذه مرفوضة طبعا. نعم. إحنا كنا نبحث عن الحقيقة ونريد الحقيقة. الإنسان إذا كان يعني سوي جريمة يأخذ عقوبته ويأخذ استحقاقه، وإذا ما مسوي جريمة ليش أنا بقي؟ أولا هذا براء عائلة تنتظره، براء يعني مسؤوليات الحياة. فأتمنى يعني يكون المسؤولين يعني بالدولة إذا أكو فعلا مسؤولين يباعون بعين الرحمة بعين الأبوة هاي للناس، لأنه إلى متى يعني؟ أكو قول الشاعر إحنا كنا عراقيين، والعراقيين يا أستاذ أفل معروفين بعاطفتهم ومضروب بيهم المثل بالعفوية مالتهم وبالعاطفة. الإنسان مهما تقول، أنا أقول حتى لو كانوا دولة يعني نقول يعني شاركوا بالجريمة أو غيره تغرر بهم، يعني أترك يعني أعطيه مجال بالحياة. هسه هو بالسجن، أنا ما المفروض يعني عاقبه أو يعني أوصل له أساليب يعني مو حلوة. المفروض يعني أصبت العقول مالتهم، أنميها، أحببهم بالوطن مالتهم. هذا صدقني يا أستاذ أكل، دول إذا طلعوا حتى أتمنى يصير عفو عام وكل إنسان يبدأ حياته، لأنه ما أعتقد واحد يحب الجرم ويحب القتل وسفك الدماء يا أستاذ أكل. يعني أتمنى يعني مثلا يبدأ عفو عام، وهذا الإنسان هو إذا كان ضميره حي هو راح يعذب حياته إذا كان متخذ يعني قتل بحق الناس الأبرياء. فأتركه هو وضميره. وبالنسبة لهاي السجون، ما المفروض يعني أستخدم التعذيب والقسر وياهم؟ أنتم إذا، لأنه أكو قول للشاعر يقول هي الكف مض تركها وين قطعت شان الذراع ومعصمة. هم دولة مهما تكون أخوتنا، مهما تكون يعني تكون الأمور، وهذه هم جلدتنا يعني مثل ما يقول شلون العضة بالجلال، يعني مهما تكون هم دول منا وبينا استاذ أفل. نعم. والإنسان يتعرض لهال العاطفة اللي تدفعه وتخلي يعني يتخذ غير إجراء. فأنا اللي أتمنى إذا كانت أكو حكومة يعني تخلي العراقيين بمقدمتها، تخلي العراقيين بقلبها، تخلي العراقيين العراقي أولا وآخرا. إذا كان عنده مسؤولين ويتقون الله ويخافون الله أن يعني يباعون بعين الرحمة ذولا الناس الأبرياء والناس المتهمين. فيعني أما أطلق صراحة ما سوى عفو عام، لأنه عوالم تنتظرهم، وأعتقد اللي صار عليهم إذا كانوا ذولا يعني متهمين أو جزء من عندهم شارك بالجريمة، فهذه الفترة اللي قضاها بالسجن هي كفيلة بأنه تخليه عيد يعني حياته وأسلوبه بالحياة. أتمنى يعني من الله أن يفك الأسير يا أستاذ أكل. تحياتي لك الغالي. شكرا لك عبد الرزاق. أبو أيسر من تركيا، حياك الله. الله يساعدك أستاذ. ويساعدك يا قلبي أستاذ. إحنا تعرفون أنه كل الشعب العراقي يعرف أنه هاي المؤامرة هي معروفة يعني لدى كل الناس، وحتى أمريكا اعترفت بها أنه المنظمة داعش والقاعدة كلها هو تنظيم إيراني باحث باسم السنة على أساس. نعم. إيه فدخلوه على المناطق السنية هذا بأمر إيراني في سبيل يجمعون شكو من الشباب ومن القادة العسكريين السابقين وغيرهم حتى يذبوهم بالسجون على أساس أنه هم عندهم علاقات مع داعش. هواي أبرياء بالسجون بهذا المنطق. فهسه دي يخلطون الأوراق، يعني من شافوا أكو انتخابات على أساس راح تقرب وأكو ضربة لإيران بدت الاغتيالات حتى يحركون الطائفية بالمنطقة. وتعرف أن النظام الإيراني دي يلعب بكل أوراق، خاصة هسه بالورقة اللبنانية والعراقية. والأبرياء موجودين، هم ليش
سووا عملية سحب الطيران في سبيل يعني يقولون باعوا للشيعة أنه أنت تطلعون مظاهرات والسنة دا يقتلوكم حتى يعيدون الطائفية من جديد وما يخلون الكاظمي يعمل على هذا والكاظمي يعرف كل شيء بس هم جابوه هم جابوه يعرف بس ما يقدر لأن ما عنده شجاعة بلحظة واحدة يطلعون من الحكومة ويجيبون غيره فالنظام الإيراني بيده كل شيء حاليا بس هسه بدت تقليم الأظافر بالنسبة لإيران وهسه أنا أقول لك وراح تقول أبو عيسى قال منا شهر الثالث تقريبا إيران راح تنتهي ورقتها بالنسبة للعمالة الأمريكا وإسرائيل نعم وهاي الأبرياء الأبرياء ما يطلعون إلا بأمر إيراني طيب لأن هم أرادوا دخول داعش من المحافظات الصينية من قبل سوريا ومن ديالة وهسه ميليشيات داعش تدخل من مناطق ديالة من الحدود الإيرانية واقتالت الأستاذ رعد الدهلكي وسوت التفجيرات بساحة الطيران بحجة على أساس هذول داعش من أهل السنة حتى يخلطون الأوراق ويرجعون الطائفية بالعراق نعم 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 شكرا شكرا لك أبو أيسر هي القضية مو هنا البارحة أو البارحة سمعت لما برهم صالح طلع قلمه وجر ووقع على 360 حكم إعدام يعني من تقرأ هيك مخالفات شلون توقع على إعدام القضية اللخ كل العراقيين شايفين القادة الأمنيين وموجودات على اليوتيوب وموجودات بكل مكان وموجودات بمواقع التواصل الاجتماعي والناشطين ناشريها لما يطلعون القادة الأمنيين بالتلفزيون يقولون نتحدى إذا أكو سجن سري بالعراق ممكن تفسروا لي يا جماعة القادة الأمنيين شنو يعني موجودين في أماكن خاصة وفي سجون خاصة وغير قانونية يعني من طلعوا وقالوا أنه موجودين في أماكن خاصة وموجودين في أماكن غير قانونية هو بس جملها هو ما قال سجون سرية ترى المكان الخاص هو نفسه السري السجن السري هو مكان خاص لما تلزم واحد وتعتقله وضمه بمكان خاص لما يجيك كتاب من برلماني ويقول لك موجودين في مكان خاص ترى هو ما يعني ما غير المعنى إذا كتب سجون سرية هي نفس المعنى بس هو يمكن الجماعة يخافون من الميليشيات ما يقدرون يقولون سجون سرية فقال بمكان خاص احنا لا راح نقول لكم شنو يعني مكان خاص و هاي أول كذبة لهم ثاني شغلة يعني من ما دا أفتهم اليوم عبد الرزاق يقول العراقي غيور ويحترم القانون نعم كل شعوب العالم تحترم القانون والقانون قانون في أي دولة تحترم نفسها لما الشعب يشوف الدولة تأدي القانون بصورة صحيحة والقانون يمشي على القوي والضعيف ويمشي على اللي بالحكومة وبرا الحكومة ما حد راح يخالف لا بالحكومة ولا من برا الحكومة نعم كل العالم لو متهم ويثبت عليه الحكم يعني تثبت تهمته بالدليل القاطع أنه هذا قاتل أو هذا مجرم أو هذا أذى أو هذا يأثر على أمن البلد طب ألف مرة شي يصير بيه خلي يصير بيه كل الشعب راح يوقف وياك بس بريء وما له علاقة وما ينعرض على محكمة وينحكم إعدام ويتنفذ حكم الإعدام وراها يطلع بريء لو بريء تطلع على البراءة من المحكمة والقاضي يحكم ببراءته ويقعد سنة بالسجن ينتظرون أهله يدفعون ويلمون فلوس حتى يتنفذ حكم البراءة هاي مصايرة فاضل من صلاح الدين حياك الله يا فاضل السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا عندي ابن عمي نور صباح نعم شالوه من مستشفى الكاظمية نعم مواليد هو 97 جاهل بعد أخذوه وهسه 2021 شو وقت أخذوه؟ 2014 لحد الآن بال 2014 نعم يعني صار له 7 سنوات ما حد يعرف أنه أي والله
نور صباح ابراهيم لحد الان يعني من المستشفى من يوم ما اخذوا. ايش قد هو مواليد ايش قد؟ 97. نعم. اي ولحد الان ماكو يعني ما بين خلاص ودوروا ورادوا وماكو شروا بالجريده وهم ماكو. نعم. يعني كافي ظلم. كافي ظلم من ذاك اليوم لهاليوم بزعنا والله بزعنا يا عمي. زين هو اللي اخذوه منو؟ اللي اخذوه جهه مجهوله. جهه مجهوله، زين اداره يعني المستشفى داعتين. اداره المستشفى ما قالت لكم منو اللي اجى اخذها وشلون قدروا يطلعوه من المستشفى؟ والله كاميراتهم رحنا عليهم يقولون ماكو مستحيل. تسجيل البارحة يقول لي البارحة مزحنا التسجيل يعني بيوم الحادث. نعم. بنص المستشفى مال كاظمية يعني. وثاني يوم رحنا عليهم عن التسجيل مال الكاميرات قالوا والله ما صحينا بنفس اليوم. ماكو هيك قانون يعني. هو ابنكم كان مريض يعني؟ أمه مريضة ورايح ويا أمه. ها تمام. أي والله. وهسه ماكو يعني ما ادري شلون. تمام اخوي تمام رحمه الله. شكرا شكرا لك اخ فاضل وربي يرد لكم ابنكم سالم غانم. ابو علي من المانيا حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي انا يعني خارج يعني خارج المحور مال حلقتكم بدي اتكلم بس بخصوص هذا الاعدامات اللي قاعده تصير اليوم بالعراق. نعم. يعني تسمع لي اخي احكي؟ تفضل اخويا تفضل. اخي هسه على الميليشيات هذه تتبع ارهاب لو يعني ارهابيه لو مو ارهابيه قاعد تطلع صواريخ يعني وتقع براس المدنيين العراقيين هذول ارهابيه لو مو ارهابيه؟ سؤالي بس. والله يا اخويا هذا السؤال احنا سالناه قبل وننتظر الجواب من عندكم انتم. يا اخي عندي سؤال النوب هسه مواكم منظمات ارهابيه مثل البككه يعني عندنا بالعراق معروفه ارهابيه. الميليشيات معروفة إرهابية أنا ما جاي أدافع عن الإرهاب بس ما ينعدمون خمسة تعرف أنت من الإرهاب لازم ينعدمون خمسة من الميليشيات خمسة من البككة يعني هذه العدالة تصير حكومة مشتركة أما مو واقع براس السنة بس الإعدامات بس السنة مشتغلة 340 سنة راح يعدمون يعني هذا حس الله ما يقبلها هذا يعني شي يريدون هذول شي يريدون هالسعنة نعم يعني راح صدام حسين الله يرحمه تالي جون ذول الفرس المجوس استلوا علينا من الله يخزيهم يعني استعاني ما اعرف عنا يعني شرد اقول شرد السولف ما اعرف والله نعم يعني نار بقلبي يعني والله ما يصير لو يسوون يعني انقطع الاتصال يا ابو علي شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ابو عفوا عبد الرزاق من بابل من حكه يعني بس احب ازيد اللي قاله الاخ عبد الرزاق واللي قالوه الاخوان المشكله يا اخوان اذا تقرون الدستور اللي هم كتبوه هم همين دا يخالفوه المشكله انه السجن هو بحد ذاته عقوبه انت لما تطبب واحد الى غرفه وتسد الباب عليه بحد ذاتها هاي القضية هي عقوبة أنت أي متهم عفواً أي مذنب أي مجرم من دا تحكمه وتسد الباب عليه هي هاي بحد ذاتها عقوبة وأي مجرم ما من حق أي دولة بالعالم أنه تقيد علاقته بأهله أو تقيد حريته في الأكل والشرب والصحة والعلاج وكثير أمور ما من حقها يكفي أنه أنت قيدت حركته بالشارع أو بالحياة ما يقدر يتصرف بأي شيء لأن هو محبوس عندك بهالمبنى هاي وعايش بهالغرفة هاي بس أنت حابسه وحارمة من نهله وحارمة من نخوته وخواته ومن أبوه وأمه أو من مرته وولده وحارمة من الأكل وحارمة من الشرب وحارمة من العلاج
وحارمة من شوفة الشمس وحارمة من المشي وحارمة من كل شيء، والضربة وتأذيه وتعذبه وتسوي اللي تسويه وتحكمه غصبا ما عليه نتيجة انه يريد يخلص من ضربك إليه. هاي كلها مو صحيحة. السجن هو منظمة إصلاحية، هو منشأة إصلاحية. لما يجيك مجرم أنت تبدي تصوغ بيه مرت اللخ أنه لما يطلع من الحكم مالته ما يرجع مجرم، بينما هم اللي دا يسووا يطب بريء ينكتل إذا طلع. بس قلوا لي نفسية هذا طلع إيش راح تطلع. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ أفل. عليك السلام والرحمة والكرام أخوي. بالنسبة للاعتقالات اللي موجودة يعني من 2003 لحد الآن كلها يعني على ضوء يعني نظام مافيا، يعني ما حد يعرف بي، لا الأهل يعرفون ولا المدة القانونية ولا الأوراق التحقيقية مالته ولا الضابط الدعوة منه ولا القاضي اللي راح يحكمه، كلهم ناس عصابات يعني مستخدمين أسلوب مع العصابات ميليشياوية، يعني 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 آلاف مؤلفة من الأبرياء السنة تم اعتقالهم، والخطف اللي كان بوقت جيش المهدي وغيره بالطائفية 2006 يعتقلوهم من الشوارع ويطلعون قبل يقتلوهم وجثث مجهول الهوية ويتم دفنهم مقابر النجف أو الكرخ أو غيرها. آلاف مؤلفة تم قتلهم على إيد الميليشيات وإيد الحشد الطائفي الولائي. نعم. فما شفنا لا القانون ولا الادعاء العام ولا مجلس القضاء الأعلى، شون اسم يعني الأعلى اللي يقول هذولا ما بيظلم هذا على هيك اسم، ما شفناهم يعني انتقدم هاي الاعتقالات والناس الأبرياء اللي تم اعتقالهم ولا يتابعون التحقيق مالتهم، من البريء من المظلوم من عدهم من اللي مجرم. احنا ما نريد المجرمين ومتلطخ ايديهم بدماء العراقيين يطلعون خارج السجون، نريدهم يختصون منهم، بالذات الحق الخاص يعني اذا اكو عليه مشتكي وشهود هذا بحث اخر، لكن هذا التحقيق اللي كان يصير بالمحافظات السنية وببغداد احنا نعرفه من ضغط عليه بالتحقيق وتعذيب وقتل، وشفنا الاف المقاطع يخلوه يعترف بانتماء الى ارهاب داعش او حوزة سلاح ويتم اعدامهم على هاي الفقرة، لان هاي فقرة الانتماء تعدم، وأغلبية اللي يتم إعدامهم جراء تحقيق يعني أخذ اعترافات قصرية، لأن الضباط التحقيق ظلمة والقضاة فاسدين وما حد يقدر يحاسبهم، لا سياسي السنة الموجودين بالبرلمان يقدرون يحجون إياهم يقولهم يابا هذول اللي زمتوهم يعني تحقيقهم مو عادل، المفروض هذول يكشفون أوراقهم للرأي العام في سبيل الناس تعرف ليش الكل تتهم القضاء أو تتهم ضابط التحقيق وتتهم الحكومة ورئيس الجمهورية ظلم الشعب العراقي فوق ما احنا يعني حاليا مظلومين من سطوة الاحزاب، تيجي القانون اللي المفروض ينصف المواطن يجي يصير بالضد من عنده، فشوف القانون من يعوف الفاسد والاحزاب والسرقاتهم سرقاتهم بالمليارات الدولارات ما حاسبهم فاسد في اليوم ولا حتى اللي تم خطفهم وقتلهم مظاهرات تشرين بجنوب العراق تم القاء القبض على اي جاني نهائيا. ليش؟ لان هي هاي حتى بهاي يعني اكو محاصصه بالظلم مالتهم يسوون شغلات لان وراها الحشد، فما حد يقدر يتهم الحشد والفصائل الولائيه، ما حد قدر يتهم اكثر من 700 شهيد يعني التحقيق مالتهم ماكو، كل مصطفى الكاظم يقطع كلام للناس ودمه بطيب شاربي ومن هالسوالف كله كذب، عادل عبد المهدي حيدر العبادي كلهم مجرمين ويستترون على الجاني الحقيقي اللي هي بدر والعصائب وسرايا السلام اللي هي جاي تقتل وجاي تخطف وجاي تسوي مجازر، وهاي السجون السرية عد من هي؟ عد الحشد، عد حزب الله بجرف الصخر وعد بساحة النسور وبغيرها، عدهم سجون سرية وعدهم من الحشد اللي هو المخابرات العراقية تعتقل وقيادة عمليات بغداد تعتقل وتسلم المن تسلم للحشد، لأن الحشد اعتبروه يعني جهة قانونية ومرتبط برئاسة الوزراء، فاللي هم عندهم سجون سرية وعندهم سجون ويعذبون وتحقيق ويرفعون للقضاة وبريد كتابنا وكتابكم. فالأبرياء من السنة والشيعة وقعوا بين مطرقة الحشد وبين مطرقة القانون، القانون اللي ما جاي ينصف البريء نهائيا، أكو ناس معتقلين 10 سنوات ما بث القضاء
دعاويهم لحد الآن ما يرفع دعوة، ما يصعد للمحكمة في سبيل ينحكم ويعرف مصيره شنو، وأهله يعرفون شنو. يعني أهله ممنوعين من الزيارة، أغلبية المغيبين أهلهم ما يعرفوهم وين. يقول لك هاي بزمن داعش، يابا داعش مال الرزازة ما بيها داعش، ومال نعم. الصقلاوية تحرير الصقلاوية هم ما بيها داعش، وبيدي وصلاح الدين وغيرها، وهاي الممرات الآمنة اللي دعا لها وزير رئيس الوزراء طلعت كلها كذب، مو ممرات آمنة، ممرات تؤدي للحشد، والحشد يختطف ويمشيهم بالصحراء ويقتل ويسوي بيهم مقابر جماعية، والآن الله فضحهم على مقبرة الإسحاقي وغيرها، والله هو أعلم يمكن أكو 100 مقبرة جماعية سواها الحشد الولائي بالأبرياء السنة، وهاليتهم لحد الآن ما يعرفون مصيرهم شنو، لا هم بسجون، لا أحد يدليهم بين، لا سياسي سني برلماني يقدر يحكي، لأن يعرف نفسه من يحكي راح يسقط الحشد ويتم تصويته، تصويته جسديا أو تصويته بالانتخابات الجاية، يقولوا لا أنت ما ترشح، أنت ضد الحشد. نعم. الله يساعد العراقيين والأبرياء والناس اللي انظلمت بالسجون. نعم نعم، شكرا لك أخ صباح. بالنسبة إلى رسائل الواتساب ورسالة وصلتني اليوم، تقول السلام عليكم، مرحبا، عندي سؤال، أخويا صار له 4 سنوات مفقود وكل شيء ما نعرف عنه، أنا من حمام علي، ويعني نريد نعرف بس إذا ماكو زحمة عليكم، نريد نعرف هو ميت لو طيب. والله يا أخويا أو أختي ما أعرف، قضية المعتقلين نحن مو جهة قانونية حتى نعرف أخوك وين، بس من المفترض أو القانون أو الشيء الطبيعي اللي هو المفروض هذا يصير أنهم يقولوا لكم أخوكم وين. فهذا موجه إلى القوات الأمنية وإلى الكوادر الأمنية بالعراق أنه تجاوبون الأخ أو الأخت اللي سألين عن أخوهم اللي صار لهم 4 سنوات ما يعرفون عنه شيء، هم أو غيرهم من الناس اللي دا يتصلون يقولون أنه إحنا عندنا مفقودين ما نعرف عنهم شيء، ومن ضمنهم الأخ اللي قال عندنا ابننا من مستشفى الكاظمية صار له 7 سنوات كل شيء ما نعرف عنه شيء، وكان عمره 17 سنة ورايح ويا أمه، وأمه كانت مريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسر القناة الرافدين، اسمي عبد الله بوي من مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، أرجو من منظمة حقوق الإنسان والعلماء المسلمين أن يجبروا العراق في إخراج المعتقلين من السجون ظلما. شكرا لك أخوي العزيز. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، ورئيس مجلس النواب بمعرفة أثناء زيارة الأنبار قال خذوهم من عندي، وأنا الرجل يقول يكون عند كلمته، والله أبرياء يوميا مطالعين مقبرة جماعية يقهرون بها أهالي معتقلين، والله حرام عليهم، خلي يحسون بالأطفال، خلي واللي يفرح طفل بشوفة أبوه إلى قصر بالجنة. السلام عليكم أستاذ أفل، تحية لك ولقناتكم الشريفة، أنتوا اللي توصلون صوت المظلومين، أنا اتصلت بك عدة مرات، أنا أم رشيد، ابني مفقود من عام 2016، ماكو أي خبر عنه والله، وما عدنا أي شيء، سايق تاكسي أخذوه هو وسيارة من سامرة وما نعرف أي خبر عنه، ليش الحكومة ما يطالعوهم بس عند المصلحة، ليش ما يخافون الله، والله قلوبنا محترقة على ولدنا المغيبين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أمرنا لرب العالمين، أخذكم من سامرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لقناة الرافدين الشريفة. أخي العزيز، هل يوجد قانون في دولة القانون محكوم في من الميليشيات الشيعية الملايين؟ من هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هل يوجد عدالة في العراق؟ لا يوجد أي عدالة، يتم اختطاف المعتقلين وتعذيبهم واعتقالهم تحت وطأة الإرهاب. من الذي صنع الإرهاب إلى هذه الميليشيات الولايات التابعة إلى إيران؟ فهذه هي الحقيقة يا أخي العزيز. وهل من العدالة أن يتم اختطاف المعتقلين وتعذيبهم واعتقالهم تحت وطأة الإرهاب وهم أبرياء من ذلك؟ بمعنى الكلمة أن جميع الميليشيات الولاية لإيران تحكم العراق من الشمال إلى الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله، ما يعترف بهذه الوثيقة؟ لماذا لم تعرض هذه الوثيقة من قبل؟ لماذا عرضوها الآن؟ السجون ممتلئة بالأبرياء، وصدقوني العراقي هو عراقي أولا، يحب وطنه وضميره لا يسمح له أن يعمل شيء ضر وطنه والدولة مالته، ويريد ماذا فعل، ويريد أو يسأل ماذا فعل لكم الشعب العراقي؟ أنتم
ليس لكم أي رحمة ولا ضمير ولا دين ولا مذهب، الإسلام بري منكم، نحن عايشين خارج العراق ومحترمين ومعززين ومكرمين أكثر من دولتنا. والله أنا شخصيا قدمت دعوة على رئيس الجمهورية وزير الداخلية الرومانية وحضر نائب عن الرئيس، وأنا مواطن أجنبي، وتمت المحكمة قانونيا وأخذت حقي، وحتى جابوا صحفيين وتم نقلها مباشرة على جميع المحطات. انظروا ما هو الفرق، أنتم هل تستطيعون فعل ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخي أفل الصقر ولكل العاملين في قناتكم العامرة. أريد أختصر مشاركتي وأوضح لكم أن جميع الحكومات العربية تعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولن تعمل لمصالح شعوبها، فجميعهم أعضاء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة في البيت، وكل من يحاول منهم الخروج عن النص المكلف إليه بمهامه يعتبر مخالف للقانون المعد لدول الشرق الأوسط من قبل أمريكا، هم ينعمون بمناصبهم والضحية الشعوب العربية. شكرا. أخوكم يوسف في البركة من فلسطين. عندي شخص زي يتصل 6 أو 7 مرات على الواتساب، أعتذر منك أخوي العزيز. رقم الواتساب غير مخصص للاتصال ولا الرسائل الصوتية، فقط للرسائل المكتوبة. رسالة ثانية تقول: أريد أشترك، أنا عندي ابن خالي صار له 12 سنة ماكو مفقود، مسجون في سجون المالكي، أريد نعرف وينه وشنو أخباره. السلام عليكم أستاذ أفل، أطالب بالعفو العام وأستنكر مجزرة الإعدام لأنهم 80% منهم أبرياء. المشكلة يا أخواني الأعزاء أنه يطلعوا لهم وثائق وينشرون، بس المشكلة هاي الوثائق نفسها هسه لو أكو غيرة يم القضاء العراقي، أي مواطن عراقي يأخذ هاي الوثيقة يقدر يدين الحكومة والنواب والبرلمان والقضاء ويدينهم كلهم، لأنه بها سجون سرية وبها تعذيب وبها مخالفات قانونية وبها مخالفات دستورية، كل شيء بها. بس المشكلة أنه القانون يمشي على ابن الخايبة واللي قاعد وراء كرسي الحكم ما له علاقة. بس نرجع ونقول أنه إحنا أملنا بالشعب العراقي. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.